محسن الغزراني الموسيقى الوطني للتنسيقيه الوطنيه الاساتذه المتضررين من مباراه التفتيش دوره 28/29 نوفمبر 2020. جينا اليوم لتنفيذ وقفه احتجاجيه، ولكن كما تلاحظون ورائي منعنا من هذه الوقفه بحضور كل تلاوي الامن، ولا بد من ان يتدخل وزير التربيه الوطنيه لكي يقوم بتحقيق عاجل في الخروقات التي شابت مباراه التفتيش. مباراه التفتيش لهذه السنه عرفت خروقات على مستوى اعداد موضوع الامتحان، بحيث تضمن امتحان الرياضيات الابتدائي اخطاء سواء على مستوى مضمون الامتحان وموضوع الاختبار وعلى مستوى نموذج اجوبه، بالاضافه الى التاخير الذي كان في اعلان نتائج الامتحان الكتابي وكذلك تاريخ انجاز الامتحان الشفهي، وذلك تعارضا مع ما نصت عليه مذكره تنظيميه 07/20/21/07/20/22/22. هذه المذكرات خرقها مدير مركز تكوين المفتشين، وبالاضافه الى ان الاساتذه قالوا بانه من حصل على اشرف الكتاب سيقوم باجتياز الامتحان الشفهي. هذا بالاضافه الى الاخطاء التي كانت في نتائج الامتحان الكتابي، بحيث تم خلط ارقام الناجحين باسماء ناجحين اخرين، مما وصرنا لا ندري هل سيجتاز الشفهي اصحاب الارقام امتحان ام الاسماء، بالاضافه الى ان هناك مترشحه غائبه تم انجاحها، وقد اصدر استدراك المركز تكوين المفتشين استدراكا يقول بانها ليست هي الناجحه وانما استاذ اخر مترشح هو الذي نجح. تم منع الوقفه هذا الصباح من طرف قوى الامن، وكما انه تم دفعنا وبطريقه لا انسانيه ولا اخلاقيه امام الصحفيين الذين كانوا يشاهدون بام اعينهم كيف تم دفعي من طرف احد الذين تكلفوا بمنع الوقفة، ونحن ندين هذا كذلك بحضور النقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والسي دي تي، وكذلك كل النقابات الأخرى تساندنا في هذا اليوم من أجل الحصول على حقوقنا والبت في الطعون ومحاسبة الذين تورطوا في هذه الاختلالات وفي هذه الأخطاء التي شابت موضوع الامتحان، وكذلك التي شابت نتائج الامتحان الكتابي. عبد الإله الجابري، الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي. كيف ما كتلاحظوا الآن حنا أمام المركز ديال تكوين المفتشين بالرباط. أولا بداية كندوب هذا القمع والمنع، يعني الذي لا معنى له. كان المفروض أنه تكون وقفة احتجاجية عادية للمعنيين والمعنيات. ثانيا وجودنا هنا كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي من أجل الوقوف إلى جانب الفئة المتبارين في مباراة التفتيش. كيف ما كيعرف الرأي العام أن هذه المباراة شابتها مجموعة من الخروقات. احنا كجامعة وطنية للتعليم كندوب بهذه التصرفات وبهذه السلوكات التي لا تليق بالقطاع ولا تليق يعني كتحرم واحد العدد من المعنيين والمعنيات. لذا من هذا الاطار كندعيو الوزاره والمسؤولين على القطاع الى يعني فتح تحقيق نزيه في النازله واعاده الامور الى نصابها. المباريات الان نلاحظ كلها او جلها كانت هناك احتجاجات، ونريد احتجاجات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي او على مستوى اخر. نطالب الوزير بان يفعل اليات المراقبه والتفتيش في مراقبه هذه ظروف اجتياز هذه المباريات، لتكون هناك اكبر قدر من الشفافيه والمصداقيه في هذه المباراه، ولكي يثق المتبرعون والمترشحون لمباريات وزاره التربيه الوطنيه لتعود لهم الثقه والمصداقيه الى هذه المباريات. لابد من تفعيل لجان المراقبه من طرف السيد الوزير.